جزاكم الله خيرا. أخيرا نسألكم جزاكم الله خيرا، إذا اضطررنا لتربية الكلاب أجلكم الله في المنزل، إذا كان هناك خوف من سرقات وغيرها، هل لنا ذلك أو نكون آثمين؟ يجوز اقتناء الكلب للحراسة، حراسة المزرعة أو حراسة المواشي أو للصيد. كلب الصيد 3 أغراض فقط رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حراسة المزرعة أو حراسة المواشي كالأغنام أو الصيد في البر. فهذه الأحوال يجوز اقتناء الكلب من أجلها، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز. ومن اقتنى كلبا لغير هذه المرخصات 3 نقص كل يوم من أجله قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم. فكون الإنسان يحشر كل يوم من أجله مثل الجبل العظيم، ماذا يكسب وماذا يحصل عليه من وراء هذا الكلب؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. هذه خسارة أخرى، أن الإنسان يمنع دخول ملائكة الرحمة إلى بيته. إذا لم تدخله ملائكة الرحمة فإنها تدخله الشياطين والعياذ بالله. فكيف المسلم يحرم نفسه ويعرض نفسه لهذا الخطر العظيم من أجل تربية كلب في بيته أو يستصحبه معه في سيارته، لولا أن التقليد الأعمى والتشبه بالكفار سيطر على بعض الجهلة وبعض المتساهلين من المسلمين. فالواجب التنبه لهذه العادة القبيحة، هذه العادة السيئة، وتربية الكلاب ومصاحبة الكلاب وإيواء الكلاب في البيوت، هذه كلها من عادات الكفار. نعم.